بسم الله. عندنا تمرين من تمارين بلومتريك اسمه لين سكوات جامب. التمرين ده هنعمله 10 قفزات وثلاث جولات والراحه لحد 60 ثانيه فقط بين الجولات. هنعمل خط كده في الارض، لين كده خط، ها ها، يعني هبقى واقف رجليه باتساع الحوض، هنزل وضع الاستعداد بتاع الجامب، بعد كده بقفز للامام وارجع تاني لنفس النقطه وانا برضو بص للامام كده. وانت بتعد واحد، ولما رجعت دي عدة واحدة، فانت بتعد على اتجاه واحد بس. وطبعا مجرد ما انت تحفظ الاداء يا ريت تعمله بسرعة، بس لما تحفظ الاداء 10 تكرارات 3 جولات والراحة لحد 60 ثانية فقط بين الجولات.